فدائما احنا علاقاتنا الزوجيه والعلاقات العاطفيه تبدا بالبدايه باهتمام، لان هذا يكون الشخص معجب بهذا البنت او البنت معجبه بهذا الرجل، فيبدي فيكون اهتمام بالبدايه قوي، بعدين شوي شوي من تروح لهفه الحب يخف له تمام. فالموضوع كلش عجبني، وين محبتك لي وخوفك علي وغرامك، وين حبيبي اللي عشقته تراني افتقدت اهتمامك. الله، وين البدايه اللي بنيت لي امال وحبيتني. انت هسه شوقتني. سمعنا جمهورك مشتاق لك، وانا احب اسمعك على المسرح. تفضل. يلا. محبتك لي وخوفك علي وغرام، وين حبيبي اللي عشقته تراني افتقدت اهتمامك، وعودك وصبرك إذا ناس ذكرك كلام، علمتني أبدي يومي بالنبي ينقص له غيرت لمسة يدي، لو ما أحبك حتى ما أعتب علي أحاول أكسر لكن أنسى من